أني كي الحوت كانت خرجني من الماء نموت، كانت خرجني من البحر نموت فريمون. الابارتنونس نتاعي للمهدية وعشقي ليها وعشقي للبحر واللون الازرق ويوميا احنا بريسك في سوق الحوت ونراو في عدة انواع. اللي ما يعرفش المهدية يعرف نقولوا له انه نطلعوا في المهدية تقريبا اكثر من 500 نوع نتاع اسماك. عشقي للحوت وعشقي خاصة زاد كيف كيف ولدي عمل دكتوراه في علوم البحار وخدم على لي بارازيت في الأسماك القرشية. القرشية معناها توسكي روكان إيغي. وقفت معاه أني شوية بشلين الحوت وهذوما الأنواع هذم في السوق وكل الحقيقة متاع ربي ولا عندي حب خاص لسمك القرش عندي ونعشقها فنيا. الشكل نتاعو القرش فريمون إلي تري بو فهمت، وذاك علاش هو اللي خلاني نقتبس أشكالي نقتبسها من توسكي حوت ومنه هو خاصة. معناها أني ماذا بيا تحب الحقيقة باش ناخذ من حق الحوت الآخر ماذا بيا ديما نخدم كان أسماك القرش وهما مش شوية لا محال. للي يعرف أنه فما 550 نوع نتاع أسماك القرش في العالم وفي البحر الابيض المتوسط عندنا 37 نوع. 37 نوع هم شويه ديجا. وديما العباد الكل يعملوا لي الملاحظه انه الاسماك القرش هي اللي كانت طاغيه على الاعمال الفنيه نتاعي. اللوح نتاع البحر يختلف نوعا ما على اللوح اللي يطيحوا لديشي نتاع صنعان الفلايك اللي هي كيف كيف صنعت بها عدة أسماك أعطات منظر آخر كيف كيف. أضفنا لها بصفة خاصة الفايونس نتاع تونس ونتاع المهدية الفايونس العربي نتاعنا اللي أعطاها الخصوصية كنا نقولهم فرنسي إن سبيسيفيتي إن إيدنتيتي معناها هذاك انتمائها الى جهتنا باعتبار ان شكل السمك كما نقولوا القرش مثلا هو نتاع الناس الكل نتاع العالم كله. اما احنا باش يولي هو عنده خصوصيه تونسيه انه عملنا له النصف نتاعو اللوطاني بال الفايونس اللي هو مربعات خزفيه تقليديه نتاعنا ولات عندها خصوصيه وعندها بطاقه تعريف خاصه بها اللي هي تونسية et pourquoi pas مهدوية زاد.